هذه أبرز العناوين إبراهيم دياز مطالب بخطوة ضرورية قبل انضمامه للمنتخب شاهد أول الواصلين إلى معسكر المنتخب المغربي اجتماع بين فوز القجع ورئيس الكاف والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كيتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس إبراهيم دياز مطالب بخطوة ضرورية قبل انضمامه للمنتخب. يسعى الاتحاد المغربي لكرة القدم لضم إبراهيم دياز إلى المنتخب المغربي في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقرر إقامتها في الساحل العاج في يناير المقبل، مصدر مسؤول وفق العربي الجديد أكد أن انضمام دياز مسألة وقت، حيث يجب عليها الموافقة على تغيير جنسيتها الرياضية أولا، ثم يتم تأهيله من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ليلعب رسميا مع منتخب أسود الأطلس في المستقبل، دياز الذي تم تجاهله من قبل مدرب منتخب إسبانيا، سيعيد النظر في وضعه بعد اهتمام الاتحاد المغربي بضمه لصفوف المنتخب ويقود الحسن خرجه القائد السابق لاسود الاطلس مفاوضات مع ابراهيم دياز لاقناعه بالانضمام الى كتيبة وليد راجراجي، ويستغل خرجه عدم اهتمام المدير الفني للمنتخب الاسباني به للحصول على التزام دياز مع المنتخب المغربي. شاهد اول الواصلين الى معسكر المنتخب المغربي شرع لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم صباح أمس الاثنين بالتوافد إلى المركب الرياضي محمد السادس الدولي بمنطقة المعمورة بمدينة سلا تأهبا لانطلاق المعسكر الإعدادي استعدادا لإجراء مباراة إعدادية أمام منتخب الرأس الأخضر يوم الثاني عشر من يونيو الجاري على ملعب الأمير مولاي عبدالله الله بمدينة الرباط قبل الانتقال إلى جوهانسبورغ لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا يوم السابع عشر من الشهر ذاته لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كأس أفريقيا للأمم وذكر موقع وين وين أن الثلاثي أنس الزروري مهاجم بيرل الإنجليزي وعبد الحميد صابر متوسط ميدان نادي سامدوري الإيطالي وسفيان بوفال جناح الريان القطري كانوا أول الواصلين إلى مركب محمد السادس قبل يومين من انطلاق التجمع الإعدادي بعدما أنهوا التزاماتهم برفقة أنديتهم ويتواصل توفد اللاعبين على مركب المعمورة في الساعات القليلة القادمة حسب التزامات كل لاعب مع مبارية فريقه إذ من المرتقب وصول منير حمدي حارس مرمى نادي الوحده السعودي وعبد الرزاق حمد الله المتوج بلقب الدوري السعودي برفقه اتحاد جده وثنائي نادي اشبيليه الاسباني يوسف انصير وياسين بونو في الساعات القليله المقبله في المقابل سيتاخر التحاق نيف اكرد وسفيان امرابط في الحضور بسبب التزامهما بخوض نهائي مسابقه كاس المؤتمر الاوروبي الذي سيجمع نادي فيرونتيني الايطالي وويستهام يونايتد الانجليزي غدا الاربعاء قبل 24 ساعه من موعد انطلاق المعسكر الاعدادي بالمعموره ما سيجعل من مشاركتهما في ودية رأس الأخضر صعبة حفاظا على حالتهما البدنية لا سيما في حال شاركا في نهائي المنافسة الأوروبية بالنظر إلى أن المنتخب المغربي تنتظره رحلة جوية شاقة إلى جوهانسبرغ لمواجهة جنوب إفريقيا على ملعب الساكر سيتي وسيكون مهاجم نادي بار الإيطالي وليتشديرا آخر الوافدين على معسكر المنتخب المغربي بعدما أخبر اتحاد الكرة بتأجيل التحاقه بسبب التزامه بالمشاركة مع فريقه الإيطالي في المباراة النهائية للبطولة المصغرة من أجل المنافسة على تحقيق الصعود إلى دور الدرجة الأولى سيري أي إذ اتفق مع إدارة النادي على مغادرة الفريق للالتحاق بتجمع المنتخب يوم الثاني عشر من الشهر الجاري تزامنا مع مباراة الرأس الأخضر ما يعني غيابه عن بشكل رسمي في الوقت الذي سيتمكن من السفر رفقة بعثة أسود الأطلس إلى جنوب إفريقيا لخوض آخر جولة من التصفيات المؤهلة إلى نهائية أمم إفريقيا التي تحتضنها الكوت ديفوار في يناير وفبراير المقبلين وخضع اللاعبون الملتحقون بتجمع أسود الأطلس للفحوصات الطبية الروتينية قبل الدخول في برنامج تدريبي خفيف بين الركض في الملعب والتمارين في قاعات تقوية العضلات، رغبة من الطاقم الفني لوليد رجراكي في دعم الجانب البدني لتزامن التجمع مع نهاية الموسم الرياضي في معظم الدوريات الأوروبية والعربية. إجتماع بين فوز القجع ورئيس الكاف من المتوقع أن يقوم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف باتريس موتسيبي بزيارة المغرب خلال هذا الأسبوع لعقد اجتماع مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجع وذكر مصدر داخل الجامعة في تصريحة إعلامية أن, أن هذا الاجتماع المرتقب يهدف للرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرا والتي تدعي وجود خلافات كبيرة بين الطرفين وأشار المصدر إلى أن الوضع بين رئيس الكاف ونائبه مستقر جدا وأن الجميع يعملون معا من أجل تطوير كرة القدم الإفريقية وأضاف المصدر أن الاجتماع سيكون فرصة لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بكرة القدم الإفريقية والتحضيرات المقبلة التي ستشهدها القارة وأكد أيضا أن هناك اختلافا في الرؤى بين موتيسيبي والقجع في بعض الأمور ولكنها لا تتعدى المجال الرياضي وأن العلاقة بينهما مبنية على الاحترام والتقدير ومن المقرر ان تكون زياره موتسيبي للمغرب فرصه لحضور اياب نهائي دوري الافريقيه بين الوداد الرياضي والاهلي المصري والذي سيقام يوم الاحد المقبل بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء تصرف طائش من زهير المترجي يدفعه للاعتذار قدم الزهير المترجي لاعب الوداد الرياضي لكرة القدم اعتذاره للإدارة التقنية للفريق الأحمر بسبب تصرفه بعد استبداله خلال مباراة الأحد الماضي أمام الأهل المصري في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب القاهرة الدولية وتم استبدال المترجي بزميله سيف الدين بوهرة في الدقيقة 80 من المباراة وقد غضب المترجي وعبر عن غضبه عن طريق رمي كرسي الاحتياط ووجه انتقادات للإدارة التقنية للفريق وبعد نهاية المباراة قدم المترجي اعتذاره للإدارة التقنية مشيراً إلى أنه كان يرغب في استكمال المباراة بأكملها وأبدى استياءه الكبير لعدم قدرته على التسجيل، وتبين أن استبدال المترجي ببهارة كان قراراً مجدياً حيث ساهم اللاعب البديل في تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة مما جعل فرص الوداد الرياضي حية في مباراة العودة الرجاء يفسخ عقد المدرب التونسي موندير الكبير وهذا هو المدرب المرتقب كشفت مصادر مقربه من اداره نادي الرجاء الرياضي ان هذا الاخير قامت بفسخ عقد المدرب التونسي موندر الكبير وقالت المصادر ان مكتب القلعه الخضراء برئاسه محمد بودريقه يتجه الى التعاقد مع المدرب البرتغالي ميغيل كاردوسو لتعويض التونسي الكبير وجاء الانفصال على الاطار التونسي بسبب النتائج المتواضعه التي حققها الرجاء خلال الموسم الحالي على مستوى البطوله الوطنيه الاحترافيه وعصبه الابطال الافريقيه you في انتظار الأمل الوحيد المتعلق بكأس العرش حيث سيواجه الرجاء الرياضي غريمه التقليدي الوداد الرياضي في نصف النهائي وسبق لكاردوس صاحب الواحد والخمسين سنة تدريب فرق ريو آفي البرتغالي ونانتا الفرنسية وسيلتا فيغو الإسبانية وآيك أتينا اليونانية كما اشتغل مدربا مساعدا بشختار دونيستيك الأوكرانية وديبورتيفو لا كورونيا الإسبانية وعدد من الفرق البرتغالية أبرزها سبورتينغ ليشبون وبرق